الموجز السادسة مساء من لايف، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات المصرية الفرنسية المتميزة لا سيما في المجال العسكري. وخلال لقائه مع وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودوريان، شدد السيسي على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين من أجل مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها خطر الإرهاب. من ناحيته أشار لودوريان إلى أن بلاده ستواصل دعم دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار وسعيها للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات بالمنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش قتلت 9 إسلاميين مسلحين بمنطقة في ولاية تيزي أووزو شرق العاصمة الجزائرية. جاء ذلك في إطار عملية أمنية قرب مدينة أزفون الساحلية. وقال بيان الجيش إنه تم خلال العملية ضبط أسلحة وكميات من الذخيرة. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن معارضته لفرض أي عقوبات على الحكومة السورية. وقال خلال زيارته إلى قيرغيزستان إن مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن ضد سوريا غير ملائم ولن يساعد عملية التفاوض بين الأطراف السورية ويقود جهود السلام. قال مسؤول في الإعلام العسكري العراقي إن قوات الأمن تقترب من المجمع الحكومي الرئيس في غرب الموصل. وأوضح المسؤول أن مجلس المحافظة والمجمع الحكومي باتا تحت نيران قوات الرد السريع. يأتي هذا بعد ساعات من سيطرة القوات على جسر الجوسق على نهر دجلة في أقصى جنوب الموصل، مما سيسهل جلب التعزيزات والإمدادات للجيش من الجانب الشرقي للمدينة. ختام موجز السادسة مساء من أونلايف، شكرا لكم.